اللهم صل وسلم وانعم مبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. يا رب اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ووسع لنا في رزقنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رب اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا كلها. يا رب سامحنا، يا رب تجاوز عن ذنوبنا وعن سيئاتنا. يا رب اغفر لكل من دعانا وأوصانا واستوصانا بالدعاء. يا رب اغفر ذنبه ويسر أمره ووفقه لكل خير واصرف عنه كل شر يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا رب أعطي كل واحد منا مسألته. يا رب ندعوك من هذا المكان المبارك. يا رب ارحم ضعفنا يا رب، يا رب واجبر كسرنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب استرنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب. يا رب نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يا رب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين استجب دعاءنا. يا رب يا من قلت وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا رب استجب دعاءنا ووسع لنا في رزقنا ويسر أمورنا كلها. يا رب أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين وألحقنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين.